الكثير يواجه صعوبة في إنه يقول كلمة لا والتعبير عن الرفض بسبب منه مراعاة لشعور الآخرين، وإن نتفادى بعض المرات المشاكل مما يشكل عبء نفسيا علينا. أهمية أن نتعلم شلون نقول لا في الوقت المناسب دون أن نشعر بالذنب. عشان نتكلم أكثر حول هالموضوع نرحب معاكم مشاهدينا بالاستشارية النفسية والاجتماعية الأستاذة فاطمة الرشيد. مسي عليك بالخير أستاذة فاطمة. مساء النور ومشكورين على استضافتكم. أستاذة فاطمة، ليش صعب نقول لا؟ مفروض يكون سهل مثل ما سهل إحنا نقول كلمة إيه. ما تعودنا، أعتقد البداية تكون منذ الطفولة. الطفل صادق مع نفسه جدا، وإحنا بما أن علينا دور أن إحنا نربيه، فإذا كان يبي شيء يقول عنه إيه إحنا نقول له لا، وإذا كان شيء هو ما يبي إحنا نجبره أنه يعمله أو يقوم فيه. نستخدم معه وسائل قد تكون تشابه الابتزاز العاطفي. نعم. إذا تحبني تسمع كلامي، إذا تحبني تدرس. أيه. فيتربى على أنه لازم يتنازل ويقول نعم في أوقات هو يشعر بأنه يرغب أن يقول لا. هذا يطول مع الإنسان ويكبر معه، خصوصا لما نبدي نخوفه من المجتمع. أن سوى هالشيء مثلا عشان فلان لا يزعل. نعم. ولازم تروح معاي، فلان لا يزعل منك أو يتضايق أو فشلة. يكبر فينا هالخوف فنوصل إلى عمر صعب علينا جدا أن إحنا نقول كلمة لا. لكن هل يعني النتائج بعد كلمة لا ممكن تكون سلبية لهالدرجة؟ يعني ليش إحنا نخاف نقول لا؟ لأن في تصورنا دائما إذا قلنا لا ترتب الكثير من مثل ما قلنا في المقدمة عب نفسي، الناس ممكن بتلومنا ليش قاعد نقول كلمة لا. قلتي كلمة وايد حلوة أختي روان، والخوف فينا إحنا. كلمة لا عمرها ما تجرح أحد ولا تأذي أحد ولا تزعل أحد، لأنها ببساطة شديدة هي كلمة المقصود فيها وضع حدود اجتماعية بينك وبين الآخرين، فما فيها شيء يزعل. كوننا إحنا ما تعودنا نقولها والطرف المقابل ما تعود يسمعها قد يحدث زعل. بالضبط. لكن يحدث زعل أول مرة، ثاني مرة، قد تحدث صدمات طبعا، لكن هو بالنهاية عملية تعود. لما يتعود من حولي على الحدود اللي أنا حاطتها ما أعتقد في أحد راح يزعل. من خلال خبرتك أستاذة فاطمة، هل تشوفين في مواقف لازم إحنا ما نتنازل فيها ونقول فعلا كلمة لا بعيدة عن المجاملات؟ أعتقد أن هذا راجع للشخص نفسه. يعني اللي يحب يقول لا يقولها، اللي يحب يقول نعم يقولها، اللي يحب يتنازل برضا وهو واعي أو يعطي وهو واعي ما عنده أي مشكلة. إحنا وين التحدي؟ التحدي عندنا لما يكون إنسان ما تعود يقول لا وما تعلم ويخاف وعايش مقهور مو عايش راضي. في ناس كثيرة عندها قدرة على العطاء وعلى التنازلات برضا وبوعي، فهذيل يعني الله يهنيهم وما يحتاجون منا أي مشورة، ولكن إحنا اللي يلجؤون لنا الأشخاص اللي يسكت ما يعرف يجاوب، ما يعرف يعاتب، ما يعرف يواجه، يضغط على نفسه، يروح كل المناسبات، يقدم تنازلات ويتساهل أحيانا كثيرة، وبعدين يتساءل أنا ليش ما سكت؟ نعم. أنا ليش ما رديت؟ أنا ليش ما واجهت؟ أنا ليش ما عاتبت؟ هذيل الأشخاص إحنا اللي نتمنى أنهم يتعودون ويتدربون على كلمة لا. إنزين، إحنا الحين قاعد نتكلم عن الفئة اللي ما تقدر تقول كلمة لا، لكن في ناس يمكن لأن ودها تقول لا فيمكن يبلشون بداية خاطئة فيصير عندهم لا في كل شيء. بالضبط. وهذه أسميها أنا نقلة. إحنا عندنا دائما أغلب الأحيان مجتمعاتنا صغيرة ومترابطة، ففيها تطرف في المشاعر. يعني ننتقل من إي ونعم وحاضر وإن شاء الله على أمرك إلى لا للكل والجميع، فالمحيطين صعب يتقبلون هالنقلة، أو من أن أنا أعطي كل الناس وأقدم عطاءات لا متناهية وبعدين أبتدي أتبع شعار ما حد يستاهل وأنا عطيت ولم أجد لعطائي أي نتيجة. بالضبط. فانتقل إلى الطرف الآخر اللي مبالغ فيه. إحنا ندعو إلى التوازن. إحنا نبي بالنص، لا نبي تكون أنت تقول لا لكل الناس ولا تقول نعم لكل الناس على حساب نفسك. أنت اختار أنك تكون متوازن بين هالأثنين. هل في مراحل يعني لازم أنا مثلا أتدرب أني أنا أقول كلمة لا في مواقف صغيرة، ولا لازم التغيير يحدث في موقف حاسم ويغير مجرى حياتي؟ إذا لم تكن متعودا أنك تقول لا تبدي في مواقف صغيرة. تمام. بالتدريج، مثل شلون تعلمنا نسوق؟ صح أختي روان، شلون تعلمنا؟ أول شيء الأساسيات، بعدين مدرب، بعدين شوارع ما فيها أحد، بعدين في الشارع الأساسي الرئيسي مع الناس
لكن ايضا في خوف وتشنج. الحين ممكن تركبين سيارتك وتوصلين شغلك وانت مو حاسه. هي عمليه تعود، مثل ما قلتي ما ابدي بالموقف، ما اروح حق شخص مرعب في حياتي وابدي فيه وانا ما عندي قدره اني اواجهه. نعم. ابدي في الامور البسيطه، اعتذر عن مناسبه واعتذر بدون ما اقدم تقرير طبي، اعتذر بدون ما اقدم مبررات لازم يكون فيها اشياء مبالغ فيها، والله ما قدرت اي لان العائله كلها فيها امراض او العائله عندها مشاكل او يعني لازم يكون صاير لي حادث عشان اعتذر، لا ببساطه تعني لا. بس شعور بالذنب المصاحب لكلمه لا، يعني في ناس مثل ما قلتي وذكرتي نقطه جدا جميله استاذه فاطمه، انه في ناس عشان تعود نفسها تقول كلمه لا تسوي سيناريو بعد كلمه لا. طبعا. وهالسيناريو يمكن ما يكون حتى صحيح، لانه هو قاعد يصاحب شعور بالذنب كبير بعد هذه الكلمه، شلون انا اقدر اتفادى هذا الشعور؟ هذا يزول مع الوقت. مره كل ما اقول لا واجد ان اول مره حسيت بالذنب طبيعي انه يمكن فلانة زعلت مني، يمكن فلان اخذ على خاطره. اذا ثبت على كلمه لا بما يصلح لي وبدون اذى للاخرين وبدون تقصير في مسؤولياتي على الاقل، إذا مع الوقت رح يزول هذا الشعور. تدرين مو سهل شعور أنا حملته منذ الطفولة، شعور دائما يؤرقني إن أنا أخاف الناس تزعل مني، أخاف الناس تكون مو راضية، هذا ما رح يزول بين يوم وليلة، لكن مع التدريب شوي شوي الإنسان يتخلص منه. هل ممكن أن تكون في طريقة لبقة أني أنا أقول فيها كلمة لا؟ هي ما في غير اللباقة في لا. لا لا هي حدود واضحة وهي كلمة لبقة جدا، وبالعكس تكسبك احترام الآخرين لأن أنت عارف ما الذي تستطيع أن تقدمه الآن وما الذي لا يمكنك تقديمه، فهي كلمة ما فيها أبدا تخلي أو تنازل عن اللباقة. بس ذكرتي شغلة جدا جميلة أستاذ فاطمة، أنت قلتي لأن احنا مجتمعنا عودنا منذ الصغر أن احنا نقول إيه وحاضر وإن شاء الله، فيمكن حتى لما أنا أقول لا إذا شفت أن هي ما فيها شيء الشخص اللي قدامي يمكن يسمعها أنه يعني ما هو لبق أن تقعد تردين علي بلا أو أن ترفضين لي طلب أو مثلا خدمة أو أنه مجرد أن أنا بقول لا، يعني في شغلة ما هي مو جايزت لي مثلا. الشخص اللي من هالنوع يعني خلينا نكون واقعيين رح يزعل أول مرة وممكن يزعل ثاني مرة وممكن يزعل ثالث مرة وبعدين رح يرضى. مشكلة الناس ما لها خلق أو ما عندها نفس طويل على الزعل. أنت ما أخطأت على هالإنسان أو تعديت عليه ولا قصرت في حقه، أنت فقط حافظت على حقوقك كإنسان، فلا ما راح تزعل إذا أنت استخدمتها بالطريقة السليمة. أقدر أربط إذا الشخص اللي يتجنب يقول كلمة لا أنه يمكن هو ما عنده ثقة بنفسه أو يعني شخصيته مثلا مهزوزة، ما هو شخصية قوية؟ أعتقد ما لها علاقة في الثقة بنظري أنا، أعتقد هي مهارة، إما عندك هالمهارة أو ما عندك إياها تقدر تتعلمها. مهارة يتعلمها أي إنسان يتدرب عليها ويستخدمها. ولازم ننتبه أن كل نعم أقولها للآخرين هي لا لنفسي. إذا مو مقتنعة هي لا لنفسي أنا، إذا إحنا نعرف نقول لا بس نقولها للشخص الخطأ. نعم. إيش كثر ممكن هذا يأثر سادة فاطمة؟ يعني أنت قلت الحين كل إي ممكن تكون لا لنفسي. طبعا. لها تأثير نفسي؟ هل ممكن تأثر على جوانب في حياتي؟ مثل ما قلت قبل شوي إحنا قدرات. إذا أنت عندك قدرة تتجاهل وتعاتب وتسامح وتقدر تعطي الله يهنيك. لكن إذا كنت ما عندك سعة الصدر الكافية للتسامح ولا تقدر تتجاهل ولا تعلمت تواجه مشاكلك أو تعاتب أو توقف مثلا أحد عند حده، القهر اللي راح تشعر فيه راح يتعبك، الأذى اللي راح تشعر فيه راح يتعبك. فإحنا ندعو هالنوع من الأشخاص إنه يلجأ للاستشارة، تدرب بالتدريج، هي مو نقلة نوعية ولا نقلة مفاجئة، هو تدريج إنك أنت ترسم حدود معينة مع من حولك وتقول كلمة لا في المكان الصح ومن غير ما تضايق أحد. شو رأيك بالشخصيات اللي سادة فاطمة يمكن تكون حبيبة وسهلة وأي أحد يطلب منها شيء تقول حاضر وإن شاء الله كلها، بعدين فجأة نسمع كلمة لا تتردد على لسانهم بشكل كبير، هل هذا تبعات مثلا هالأمة مثلا وصلوا لحد معين ما قاموا يتحملون أو أنه مجرد خذوا بعض المهارات مثل ما تفضلتي؟ نستغرب من الناس تغيرهم صح. وأنا أقول حق الناس دائما تدرجوا في التغيير لسبب بسيط، أن المحيطين ما رح يتقبلونكم بسرعة، فخلي بالتدريج، خلي بأشياء بسيطة مثلا مناسبة تعتذر عنها بلباقة، شيء ما لا تريد القيام به سويته وايد واكتشفت أن أنت ضاغط على نفسك ومو قادر تتحمل
الشيء اللي قاعد تسويه فتبي توقفه. فبالتدريج شوي شوي، لكن النقلة المفاجئة مزعجة لك ولا من حولك، لأن الناس بتقاوم معك. اللي يعني الموضوع يمكن اللي يمكن يعني بعض المشاهدين راح يربطون هذا الشغلة انه يمكن سهل علينا ان احنا نقول كلمة لا لمثلا ناس بعيدة وغريبة علينا، لكن جدا صعب ان احنا نقول كلمة لا مثلا لأمنا، لأبونا، لإخواننا، لزملائنا بالعمل. شلون اقدر اقول كلمة لا بحيث اني انا يعني ما ينوخذ على خاطرهم، خصوصا احنا قاعد نتكلم مثلا بمثال ام والابو، يعني تعودنا دائما ان نسمع احنا كلامهم، لكن في بعض المرات يكون مثل الطلب يعني فوق طاقتنا. هل في طريقه لبقه اني انا اوصل رساله مثلا اني انا بقول لا مثلا؟ غالبا يعني حلو الموضوع اللي طرحتي، لان اغلب الاحيان الضغوطات تاتي من الاشخاص اللي وايد قراب علينا. صح. واقرب الناس في اغلب الاحيان. من يعطي دائما التوقعات تكون عاليه جدا منه. ولذلك تلقين واحد في العائلة، وخلينا نضرب مثال بسيط، ابن معطاء مثلا لوالديه، ما يقولون والله يعطي العافية وما قصر وخلينا نكلف غيره في هالموضوع، لا، نكلفه اهو زيادة ونضغط عليه اهو زيادة ونخلي الآخرين مرتاحين. ليش؟ لأنه هو موجود متوفر، وهو طبعا جزاء عند رب العالمين كبير، لكن الحياة لازم يكون فيها واقعيين، أيضا عنده التزامات وأيضا في أمور أخرى لازم أهم يساعدون فيها. فهني تي لا مو بالضرورة للوالدين، تي لا للمحيطين، إن أنت لازم تشاركوني. زوج أو زوجة أو يعني زملاء أخوان طبعاً خاطر. العطاء دائما لحد، في ناس عندها قدرة تعطي لأنها عطت نفسها في الأول فتقدر تعطي الآخرين بلا توقعات وبلا مقابل ومرتاحين. لكن اللي ذكرتي قبل شوي هو الإنسان اللي عطى 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 لا لقى مقابل ولا عطى نفسه ومضغوط ومقهور، فلما ينفجر وينتقل إلى الطرف الآخر اللي أنا ما بيعطي أي شخص وأبي أقول لا بالمطلق. ذكرتي يمكن في البداية أستاذة فاطمة أن احنا منذ الصغر تعودنا أن احنا إذا طلبنا شيء يمكن يكون الرد لا. شلون يقدرون الأهل أن يعني يعلمون عيالهم شلون يتعلمون فن اللأ؟ نقدر نسميه فن اللأ؟ طبعا. أيه؟ هو فن الحديث. فن الحديث. أيه؟ فأحسن ما أعود أنه دائما يقول إيه. ببساطة شديدة مثلا أب يصرخ على أبناءه أو يضربهم. من أسوأ الأشياء اللي ممكن تسويها الأم أو الأب أنه يبرر له، يقول له والله أنا ضربتك لأني أحبك. يرتبط عندنا شنو؟ يرتبط عندنا الأذى بالحب. صحيح. فيعتقد الإنسان أن لازم أتأذى إذا أنا أحب هالابن أو هالأب أو هالزوج. هذا ما يرتبط بهذا، أنت لازم توعي وتسأله أهو ماذا يريد وتشرح له لا، تبرر له لا. إحنا دائما تربينا أعتقد أغلبنا لا يعني لا، ولا لأن أنا قلت لا ولا لأن أشوف شيء أنتم ما تشوفونه. هذا عقل الطفل ما يستوعب، عطى مبررات حتى لو كانت أكبر من عمره، لكن على الأقل رح يفهم إن عندك مبرر وليس منطق لا لمجرد لا. نعم، يعني يمكن موضوعنا اليوم قاعد نتكلم الكثير شكل له خوف من كلمة لا، وبنفس الوقت يتمنى يقدر يقول كلمة لا لكن ما هو قادر. في الختام أستاذة فاطمة، هل عندك نصيحة تقدرين تعطينها للمشاهدين عشان يقدر يتقن فن الحوار وفن لا؟ أعتقد أتمنى على الكل إنه يتعلم، يثقف نفسه، يدرب نفسه، لا يعتقد إنه هو ما يقدر، ويبحث عن مو كيف يقول كلمة لا، يبحث عن مخاوفه اللي تمنعه أنه يقول كلمة لا. هذا اللي إحنا نحب نفحصه، إحنا ما نشجع الناس على لا التحدي، لا، إحنا نشجع الناس على لا اللي تحمي حدودي، تحميني، ما تخليني أعيش في قهر، ما تخليني أعيش منسحب من الناس، ما تخليني أعيش في مبررات وأعذار. نعم. وتكرار كلام ما أحتاج أكرره، فهي مهارة إذا تعلمتها راح ترتاح. نتمنى الجميع يقدر يتقن هذه المهارة، لكن خلينا نقول بدبلوماسية بتوازن. أهم شيء بتوازن. بالضبط. كل شكر لك الأستاذة فاطمة الرشيد، استشارية نفسية واجتماعية، على هذا اللقاء. شكرا لكم الاستضافة.